بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والثلاثون. الصياد والسمكة. اتفق الحال مع الصياد في بلدة من أصغر البلاد أن حكم الطعم على السنارة من بعد ما قد عمل استخارة، فغطست في الماء بعض أزرع وشبكت سمكة كالإصبع. قالت له: وهل لمثل منفعه؟ يا ليت ما بدلتني بضفدعه، إني صغيرة وليس بي طمع، إذ ليس لي طعم ولا مني شبع. خل سبيلي سنتين أكبر، وبعض في هذا المكان أحضر، وارمي إلى البحر لصيد شبكة، حتى يقول الناس صاد سمكة. فقال: بل أكون عين الجاهل إذا تركت عاجلا بآجلي. وعاجز من ترك الموجود طمعة وطلب المفقود. اتفق فعل ماض الحال فاعل مع ظرف مكان مضاف الصياد مضاف إليه. وشبه الجملة في محل رفع نعت للحال. في بلدة متعلقا باتفق من أصغر متعلقا بمحذوف نعت. وأصغر مضاف البلاد مضاف إليه. أن مخففة من أن، حرف مشبه بالفعل واسمها ضمير الشن محذوف. حكم فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به للفعل اتفق. التقدير: أنه حكم. الطعم مفعول به على السنارة متعلقا بحكم، أصله على السنارة، من بعد متعلقا بحكم. وبعض مضاف ما زائدة قد حرف تحقيق عمل فعل وفعل، والجملة في محل جر مضاف إليه. استخارة أصله استخارة مفعول به للفعل عمل. الفاء حرف عطف غطست فعل وفعل في الماء متعلقا بغطست. بعض تمييز مضاف أزرع مضاف إليه. وحرف عطف شبكة فعل وفاعل سمكة مفعول به كالإصبع متعلقا بشبكة. قالت فعل وفاعل له متعلقا بقالت. الواو حرف عطف أو زائد. هل حرف استفهام لمثل في محل رفع خبر مقدم، ومثل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. منفعة أصله منفعة وهو مبتدأ مؤخر. يا حرف نداء والمنادى محذوف، تقديره رجل. ليت حرف مشبه بالفعل وتمن مكفوف عن العمل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف زائد وكاف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بدلت فعل والتاء فاعل والنون للوقاية، والياء مفعول به بضفدع أصله بضفدعة متعلقا ببدلت. إن حرف مشبه بالفعل، والياء اسم إن صغيرة خبر إن. الواو حالية ليس فعل ماض ناقص. ب متعلقا بمحذوف خبر ليس. طمع أصله طمع وهو اسم ليس. إذ حرف التعليل ليس فعل ماض ناقص. ل متعلقا بمحذوف خبر ليس. طعم اسم ليس. الواو حرف عطف لا زائدة. مني شبع أصله مني شبعون معطوف على لي طعم. خل فعل أمر وفعله ضمير مستتر تقديره أنت. سبيل مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. سنتين ظرف زمان. أكبر أصله أكبر مجزوم بإن المحذوفة، وتقديرها خل سبيل سنتين إن تخلي أكبر. الواو حرف عطف بعد ظرف زمان وهو مبني على الضم إذا قطع عن الإضافة. في هذا متعلقا بأحضر المكان نعت. أحضر فعل وفاعل. الواو حرف عطف ارمي فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. إلى البحر متعلقا بالفعل ارمي. لصيد متعلقا بالفعل ارمي. وصيد مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. شبكة أصله شبكة مفعول به للفعل إرمي. حتى حرف جر للتعليل. يقول فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، التقدير حتى أن يقول.
الناس فاعلون والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى والجار والمجر متعلق بالفعل إرمي صاد فعل وفاعل سمكة أصله سمكة مفعول به الفاء حرف عطف قال فعل وفاعل بل حرف عطف أكون فعل مضارع ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره أنا في محل رفع أين خبر أكون مضاف الجاهل مضاف إليه إذا ظرف زمان مضاف وهو متعلق بأكون تركت فعل والتاء فاعل والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة عاجلا مفعول به بآجل متعلقا بتركت الواو حرف عطف عاجز خبر مقدم من اسم مفصول في محل رفع مبتدأ مؤخر ترك فعل وفاعل والجملة صلة المفصول لا محل لها من الإعراب الموجود مفعول به طماعة حال من الضمير المستتر في ترك الواو حرف عطف طلب المفقود معطوف على ترك الموجود والله أعلم بالصواب.